والآن ينضم لنا من غلاف غزة مراسل عربي أحمد دراوشي. أهلا بك أحمد. إذن جيش الاحتلال يتحدث عن 20 إصابة في صفوف جنوده خلال الساعات الماضية في قطاع غزة بجروح مختلفة، هل من تفاصيل حول ظروف هذه الإصابات وكيف وقعت والمواقع التي استهدف فيها جيش الاحتلال، وكذلك كيف تردد صدى هذه الأرقام المرتفعة يوما بعد آخر في الشارع الإسرائيلي؟ على مألوف عادة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية يحيى، يتجنب ذكر الأماكن التي يصاب فيها الجنود الإسرائيليون أو طبيعة الإصابات أو الأماكن التي أصيبوا فيها أو الطريقة التي أصيبوا فيها، كل هذه الأمور يتجنب الإشارة إليها، فقط يعلن إصابات عدد معين من الجنود يوميا، وهذه الأعداد يتم التشكيك فيها أصلا من قبل المستشفيات الإسرائيلية. في كل مرة تعلن فيها المشافي الإسرائيلية حصيلة تكون أعلى بكثير من الحصيلة التي يعلنها الجيش الإسرائيلي، وأحيانا تكون ضعف ما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك انتقادات واسعة عند الإسرائيليين لطريقة إعلان واحتساب الجيش الإسرائيلي للإصابات ودرجاتها، إلى درجة أن جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية دون استثناء لا تنقل معطيات الجيش الإسرائيلي حول المصابين، لا توجد أي وسيلة إعلام تنقلها، ليس فقط أنها لا تهتم بها ولا تبرزها في العناوين الرئيسية، إنما لا تتداولها بتاتا نظرا للتشكيك الواسع لدى الجيش الإسرائيلي لدى الإسرائيليين في هذه الأعداد. واضح أن المعارك تزداد وتيرتها تحديدا في منطقة خان يونس، خصوصا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل الضابطين رفيعي المستوى، أحدهما قائد كتيبة اليوم، بالإضافة إلى مقتل جندي ثالث على ما يبدو في غرب خان يونس نتيجة لانفجار قنبلة في مبنى مفخخ. انتقادات توجه للجيش الإسرائيلي على خلفية ما توصف بالحوادث التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون، الحوادث الداخلية، وهي إصابة جنود إما بنيران صديقة وإما بانقلاب دبابات عسكرية وإما نتيجة لغارات إسرائيلية وإما بتفجيرات من داخل الوحدة نفسها. هذا الأمر تكرر كثيرا خلال الفترة الماضية، ومن غير الواضح إن كان الضباط والجنود الذين قتلوا اليوم قتلوا نتيجة لهجوم فلسطيني أو نتيجة لتفجير داخل الجيش الإسرائيلي، لكن هذا الأمر يؤرق الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدا، إلى درجة أن الأصوات التي قالت أو دعت خلال الفترة الماضية إلى سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد كبير من قواته، أرجعت هذا السحب إلى الأعداد الكبيرة من المصابين الإسرائيليين نتيجة للنيران الصديقة وللحوادث الذاتية داخل الجيش الإسرائيلي. يحيى،